نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونلعوه ونرفع عفوف الضراعات إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. واشهد ان سيدنا وامامنا ونبينا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله تعالى واجتهدوا في اقتنان موازن الخير، واعلموا عباد الله أن اقتناب موازن الخير يكون بعمارتها بما يقرب إلى الله عز وجل من طاعة وعبادة. واحذروا عباد الله من تضييق موازن الخير والتفريط فيها، فإن ذلك سيعقبه خسران وندامة شديدة في العاجل والآجل والعياذ بالله. أيها الإخوة، ما زلنا نعيش أجواء رمضان المباركة ونتنقل من نفحات إلى نفحات، وها نحن اليوم نستقبل أيامه العشر الأواخر الفضيلة التي فيها ليلة القدر المباركة. وليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يا لها من ليلة عظيمة، وما أجلها وما أكرمها وما أوفر بركتها وما أكثر خيراتها ومصالحها ونعماءها. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن فرط فيها ولم يبالي بها فهو المحروم في الحقيقة. أخفاها الله سبحانه وتعالى ولم يعين ليلتها ليجتهد المسلمون في جميع هذه الليالي العشر. وليتميز العبد النشيط الحريص على طلب الخيرات من العبد الكسلان. ولو علمها الناس لاقتصر أكثرهم على قيام تلك الليلة دون ما سواها. فاطلبوها عباد الله، فاطلبوها عباد الله بجد وإخلاص، وتحروها في أوكار هذه الليالي العشر. لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وتحليها عباد الله يقول بالقيام فيها للصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة والاعتكاف وسؤال الله فيها الرحيمة من كل بر والسلامة من كل شر والعفو والعافية والالتجاء إلى الله للعبادة. فمن فعل ذلك سوف ينال المغفرة من الله تبارك وتعالى، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن راها وصادفها منكم ايها الاخوه فليكثر من هذا الدعاء: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. فانه هو الدعاء الجامع الذي علمه رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه لامنا عائشه رضي الله عنها فيما يقال ويذكر هذه الليله، كما اخرج ذلك الترمذي وابن ماجه. فاسالوا الله العفو والعافيه عباد الله في هذه الليالي، فانه من اعطي العفو والعافيه في الدنيا والاخره فقد اعطي كل خير. هذا ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد رزقه. اخرج البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا الليل. إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وشد المئزر كناية عن الاستعداد والاجتهاد أو اجتهاد النساء إلى التخلص من العبادة والقيام بين يدي الله في كل الأوقات. فأحيي الليالي وأيقظ الأهل وجدت عباد الله وشد المئزر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتنوا كذلك بالأولاد وحثوهم وشجعوهم ليتربوا على طاعة الله، لأنه قد غفل خلق كثير من المسلمين عن أولادهم في هذا الشهر وبالذات في هذه الليالي وتركوهم في كل واد يهيمون لعبا وسفها وتوكلا. ولا شك ان هذا من الاهمال الواضح، فويل لمن طرد في هذه الليالي عن الابواب، وقوى لمن نال فيها سبق الفائزين ووفقه الله فيها على قيام لصالح الاعمال، يا لها من ليله مباركه، ليله واحده خير من الف شهر، والف شهر عباد الله تزيد على خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف.